لانه واحد تربيع زائد واحد تربيع تحت جذر شو بعطيني؟ جذر التجاه. والله المهم انه احنا غيرنا الامبيدنس، شو تغير عندي؟ قلت الامبيدنس لكن ضلت هذه ربع، ضلت عندي هذه من هون 45 درجه. طلع عندي الكرنت ليدنج الفولتج باي 45 درجه. ماشي واضحه هذه من هون؟ فهذا مثال بسيط شو بنينا فيه؟ بنينا اي سيستم. ليش ضلت 45؟